لكن ما هو أعلى من أي شيء هو تسجيل الأهداف. يعني دايما اللي يخلد في الذاكرة أكتر من المشاركة، مجرد المشاركة وأكتر من أرقام قياسية ممكن تكون في عدد مرات اللعب وكده، الأكتر حاجة تعنون لك كده أداء اللاعب هي الأهداف، لأن الأهداف دايما هي اللي باقية في الذاكرة. ممكن مثلا مر علينا كام لاعب سجل من الأهلي في الزمالك أو للزمالك في الأهلي، لكن تحس إن في بعض لعيبة هم المجد بتاعهم عملوه في مباراة القمة، ومفيش أكتر من نموذج تقوله قد أبو تريكة. إن أبو تريكة مسجل 13 هدف في جميع البطولات، في جميع البطولات مع الأهلي، منهم 7 في الدوري، ده أعلى رقم يسجله فريق ضد آخر، اللي هو لم يسجله غير توتو أيضا من للأهلي في الزمالك. في بقى لعيبة سجلوا في الفريقين، دول برضو إيه، إن أنا أسجل لفريق ضد آخر ده مجد كبير، لكن إن أنا أسجل كمان للأهلي في الزمالك وللزمالك في الأهلي ديت نقطة مهمة جدا. عدد محدود من اللعيبه، يعني احنا حصرناهم كده بانهم 7 لعيبه سجلوا في الفريقين، بس ممكن يكون سجل في فريق اكتر من فريق. يتصدرهم طبعا حسام حسن اللي سجل 5 اهداف للاهلي في الزمالك و4 اهداف للزمالك في الاهلي، 9 اهداف، ده اعلى عدد من تسجيل الاهداف، رقم من تسجيل الاهداف في بطوله الدوري. لكن اللي عمله ابو تريكه كان مجد كبير قوي، وحطه ضمن الاساطير لعده اعتبارات. اول حاجه إن أبو تريكة في أول مباراة بيلعبها أمام الزمالك، وكان الأهلي في أقل مستوياته في موسم 2003 كان تغيير التيم وتغيير القوام بتاع الفريق وشكل جديد ولاعيبة جدد والكلام ده. فأنت بتتكلم على إيه؟ أبو تريكة لسه جاي الأهلي وبيلعب في أول مباراة قمة اللي هي الدور الثاني من موسم 2003-2004، كان الزمالك حسمه قبل مباراة القمة دي، وكان الأمور محسومة، كانت مباراة على استاد الكلية الحربية. أيوه بالظبط، وكانت 2-1. المهم إن أبو تريكة سجل هدف الأهلي في المباراة دي في أول مباراة يلعبها، رغم الخسارة إلا إنه بيسجل في أول مباراة. يعني زي أبو تريكة أول ما اتنقل للأهلي ولعب قدام الترسانة ناديه السابق، سجل في مرماه، كانت في مباراة في الكاس وقتها. بيسجل في اول مباراه بيلعبها بقميص الاهلي بعد انتقاله في الانتقالات الشتويه من موسم 2003-2004، وبيسجل في الزمالك. لكن ما فعله بقى ابو تريكه انه كان اهدافه كلها 13 هدف كلهم مؤثرين جدا، فمنهم 7 في الدوري كلها اهداف. احنا بنتكلم اول هدف 2003-2004، الموسم اللي بعديه يجيب 4 اهداف، بوقع هدفين في الذهاب وهدفين في العوده، منهم هدفين في مباراه 4-2 اللي كانت مباراه اسطوريه، يعني على مستوى الاداء وعلى مستوى اداء لعيبه كتير في المباراه، منهم عماد متعب اللي كان لسه اول مشواره مع النادي الاهلي، ومنهم جيلبرتو اللي سجل هدف واحتفاله الشهير، فاكرين احتفاله الشهير بعد الهدف دوت في ماتش 4-2. فجاب 2 في المباراه ديت ومباراه العوده، وانا كنت على فكره معلق على المباراتين، مباراه 4-2 في الذهاب ومباراه 3-0 في العوده دي، برده جاب هدفين من الثلاثه اللي جابهم النادي الاهلي، فبقى رصيده 5 اهداف في اول 3 مباريات يلعبهم. بعد كده بقى جاب اهداف افريقيه، وعارفين اهداف كتيره جدا كانت في المباريات الافريقيه، حتى في دوري المجموعات او في مباريات كانت حاسمه وفاصله بين الاهلي والزمالك. فزي ما قلت لك التهديف هو اول حاجه، اول طريق للاساطير اكيد، يعني مثلا بيدخل قلوب الجماهير بسرعه من بدايتها.